منين؟ قال لا يسبون انت. انا اللي شفت الاعضاء اذا غادي يستقل غادي يستقل من عندي ماشي من عند الوداد. ها باش تفهم انا اللي مرشح، انا اللي عندي الحق باش نسيف شي واحد ولا نخليه. هذاك السيد ما استقل ما استقل من عندي ماشي من عندي. انتوما تتعرفوني انا حيت اللي تيقول لها صح هو انا، اللي مكتوب في الحيط راه هو انا. ديجا عندهم ضغوطات الناس يضغطوا عليهم باش يمشيو وتعيطوا عليهم باش يمشيو باش يمشيو تديروا لهم الاراءات باش يمشيو، ولكن راهم اليوم هنايا ما مشاوش. لان كاين شحال من منخرطه وواقفين ماشي غير هاد الناس. عند اعضاء المكتب راه واقفين طويل المقاعد تاعو تحت، ما نقولوش راه ما جاو تا هما راه كاينين هنايا، وكاينين الناس اللي عندهم ضغوطات ما جاوش باش يمشيو. حنا اللي جا مرحبا به، اللي ما جاش الله يعاون ما عندنا ما نديرو به. راه الوداد ما ماشي اكرم واحد حيدا تكال الله كبيرة على كل راه الوداد راه كلها بيت انتوما الناس اللي على على الرئيس تيستافدو من الشركة ديالو تيستافد من الوداد. إلا بادي لهم هذا الاستفادة راه الله يرضى عليك. كلا راه مشينا كلا راه عودنا وبقيناش كاع. واش 18 شهر واش 18 شهر ما خلصش لاجونس ديالو؟ واش كاينه شي لاجونس؟ واش راه طلب ولا اير فرونس ولا السعوديه ما تخلصوش؟ راه خلصتو من عندي، ولكن الوداد راه ما خلصتش لان ما حبش الوداد. انا راه عندي دم وداد، ولكن باش نحلش الناس اللي عندهم الوداد في الشيب. كاين الناس اللي باغي يخدم، كاين الناس اللي باغي ياخذ منصب من الوداد. انا راه باغي منصب راه الحمد لله بخير، ولا انا راه ولد المدينه وبديت من الصيرو. ما نخافش نبدا من الصيرو، ما يحدونيش بان راه غنبدا من الصيرو. راه راتي كاين تهديدات، لكن انا ما تنخافش منهم. باغي من تحت تنخاف من الله سبحان الله سبحان الله هو اللي كاين. راه كاينه مجموعه، كاين اللي عارفو كاين اللي ما عارفوش. ما عندهم برنامج، حاط برنامج. ما نقولش لك اليوم كاين في هاد البلاصه انتوما البرلمان، واحد 80% عارفينوش. هذا التعامل 80% كنتم عارفين الصداع فين جا وكلشي فين جا. ما غاديش نقول لكم انا اليوم الاسباب ولا هذا، انتوما عارفين وانا عارف. ايوا عرفت عرفت بريسيمو هذا اللي عارفين حنا، اللي عارفين حنا راه قال لنا الله يرحم والديك نخرجوا من الكارطة ديالنا، نخرجوا من لاكارت. راه غير مؤخرا قال على انه غادي يجي يحضر. ها هما شاف شنو عرفوهم؟ راه معروفين، راه معروفين، راه واحد شو بريسيمو واحد واحد. انا راه مبقى لي والو ساليت. واحد خرب الدار البيضاء بالمعاتير ديالها وماشي ولد الدار البيضاء، والاخر تيخرب في الوداد وماشي ولد الدار البيضاء. اللي عنده شي برلمان يمشي ليه، اللي عنده شي مدينه يمشي قبلها. راكو كان فيه الخير يجي يترسحوا في الدار البيضاء يخدموا الدار البيضاء. راه الوداد هادي يجيو يخدموا في الدار في الوداد ويشيروا يقادوها. راه معروفين شكون، ما نبقاوش نطرقوا في يدينا. راه معروفين واحد اللي داير هاد الحاله. كما قال الاخ علاش ما تلعب الوداد؟ الوداد راه معروف علاش تلعب. ما يمكنش الوداد تلعب علاش تلعب. الوداد راه ديما تلعب، الوداد الابطال. لا الوداد الابطال ما يمكنش الوداد ما نلعبش عليه.
علاش تبقى الفرقه تضرب على الموضوع راه ماشي احنا بوحدنا كنا في واحد الوقت كانت الوداد دايما هي السباقه والحمد لله بقى الوداد هي السباقه راه الوداد راه تشوف في الدراسيه راه تشوفوها الدراسه ديالها تعرفوا الوداد شنو هي راه الوداد الحمد لله بحياه ولكن ما يمكنش كنا كل عام حنا غادي نكون واحد الحقيقه الاول العام تنقول لك راه غادي نكون في البطوله وما كانش ما كانش ولكن خصكم حتى نتوما تعاونونا خص الجمهور هو يعاونونا راه بوحدنا واخا نديرو اللي درنا راه الناس تيعرفو كاين اللي باغي يتخلص كاين اللي باغي يخدم كاين اللي باغي يصور كاين اللي باغي ياخد بلاصة الوداد باش ياخد فيه شي حاجة يا الناس راه عندهم المناصب ديالهم راه ما عندهم ما محتاجين حتى شي حاجة ولا انا براسي راه ما محتاجين حتى شي حاجة راه ما محتاجينش حنا راه بالعكس حنا الوداد راه كبيرة بغات تبقى كبيرة والوداد عندنا راه كيما قلتو بزاف عندنا كندير راه ما عندناش ماشي مصلحة الوداد باش نبقى عليها يمكن لنا نقول في خير مع راس الكره مرتاح ولا بحال بحال ولا في القوي كان غادي القوي حاضر القوي في السماء ما كرهش انا تسير البلاد وعلاش ما بغيتش نمشي ما بغيتش ما بغيتش نروح البلاد ما قلت لك ما بغيتش نروح البلاد نهار يكون شي حد مرحبا واي واحد بغى انا من هذا المنبر تنقول اي واحد بغى يدخل البلاد بغى يجي يسير مرحبا به يدخل من باب كبيرة ما يدخلش من باب صغيرة ما يدخلش من قيلان ما يقلب مكرة مرحبا ما يجي يقول معنا اجي مرحبا واجي هكا الوريقات الوداد راه كبيرة مثلا مرة ضرب ما نبقاوش كل عام ضاربين هاد الناس لان كل عام حنا تنعيشو هادشي يلا تجيب مدرب تمشي لك المدرب جاو اكرم من الحال واش اكرم هو اللي غادي يدخل هاد الشتا اكرم راه خلص الوقيت خلص النزاله خلص كل يعني عندهم كيس اللي يعوموا الناس باش يكون فين يعوموا وقاتوا يقطعوا يا الدور ديال التيراني نصوب ينعسوا كليماتيزور واش كاين ولا ما كاين واش كاين ولا ما كاينش البدايه راه ماشي البدايه بوز اكرم هو اللي غادي يرحل باش تبقى حيت ما درت والو راه ماشي انا ما درتش والو واش انا اللي غنلعب نخرج اللعبه نخرج انا اللعبه تمشي تلعب تمشي بلعابة واش تمشي لعالم شي لاعب حقيقة تيكونوا أخطاء حقيقة تيكونوا أخطاء ما غادي مشكل في اللعابة اللي شفنا كلهم مزيانين حقيقة تمشي بلعاب تيكون فيه مشكل ولا ولكن ماشي أنا ماشي أنا أنا يرحل ورحل ولا يرحل يلا واجب لنا اللي غادي يجي دابا أنا بديتي تقول رحل اش قلنا ماشي تقول لنا كيما قلت لهم مشاو مش عايشوها باقي تنقولها جيب لنا الناس في المستوى مرحبا بهم ما تنقولوش ما كاينينش راه كاينين ولكن هاد المشاكل اللي تيبقاو فيهم غادي يجي ويقدر يعاون ويعطي فلوس ويسبقو غدا يبداو يسبقو فيه الرئيس اش دار؟ اش دار الرئيس بس؟ اش دار الرئيس باش تكتب عليه رحل؟ ولكن حنا راه عطاونا في الحقيقه هذا رحل راه وليت بدات الرحل ما بقاتش ولات عندي عاديه لان ما ضربنيش لان انا ماشي من الحرف اللي غادي نروح للوداد ديالي انا راه عشت في الوداد وتربيت فيها وعائله وداديه الحمد لله وتبقى الله وخالي الله وكل شيء تيعرفوا الحاج بو من سوء الوداد الى خسرت الوداد راه ما تياكلش بعدا ومنه تمر راه من هذاك وحنا صغار وحنا تنمشي معاه نطلبوه هو ديك الساعه خدام في الامن وتنطلبوه باش نمشيو للتيران باش نمشيو معاه للتيران راه ماشي حنايا باش هنا الطفيلين جايين باش نمشيو للبلاد ولا جايين راه بلادي حق ولا مدينه خديبه على بالي اتفاق وغنبقى ولادي واخا نمشي للوداد غنبقى نبغي الوداد وما نخافش ما غاديش نبغي الوداد تخسر واخا شي واحد يخرج ليه ما غاديش يمكن عندي حق حتى بيني وبينه هو اللي بيني كان في معاه حتى شي حاجه بدا الغادي تكون فوق وقدرت ربي نقول باش كلكم تعاونوا معانا باش نمشيو لقدام الا ما كنتوش نتوما وما كان زعما الناس الجمهور اللي تيتسنى في الصفحه باش نقدر نجيب اليوم هما اللي خصهم هما اللي خصهم خصهم باش نبداو وراه يبدا دابا اللي يزيد راه يبدا وتنطلب منكم الصحافه راه ماشي اعداء ديالنا الصحافة راهم واحد قسم منا شفنا الجمهور شفنا الجمهور شفنا البرلمان الوداد وكما باقيين هنا راهم هنايا باش يعاونوا باش تيقنوا باش يعاونوا راه حنا ما تنكونوش كيما
اعطيونا حقنا. لا حنا من نهار جبنا غير حقنا. الصحافه ما عندناش مجتمع راهو ما منا وطرف منا الا ما كانت الصحافه تحنا راه ما اعطيونا حقنا. جميع المخارج والمكتب المسلم. وشكرا.
يخليكم دابا ندوزو للفوط ديال رابور مورال ورابور فينونسي. رابور مورال هو الاول يزول الفوط ديالو الا كان ممكن. قلت له صاحبك باش نشوفوا هذا هو المشكل ديالكم المصورين عرفتي تتصورونا 50 تصويره تتشوفونا تصويره 14 كيلومتر هذا 6 سنين حتى واش الناس ما تياخذوهمش الجورنال ما تياخذوهمش بيناتكم ولا شنو؟ تهضرونا بعيننا وتيديروا واحد الجورنال تيدير واحد الصغيره في النهار شي كلمه هذاك المشكل ما بقاش عندك ماشي كلشي 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 أبغى
راه جينا من العلي القدير ان يعيد امثال هذه الفكره على جلالته باليمن والخير والبركات، وان يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن وبصاحبة السمو الملكي الاميره ام خديجه، وان يشد ازره بشقيقه صاحب السمو الملكي الامير جليل ولا رشيد وسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه انه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العالي لله ورحمته تعالى وبركاته. خليل اعتاب الشريفه الرئيس الاله اكرم. وحجه الله في الدين الشريف رمضان 1430 الموافق 31 يوليوز 2018. والسلام عليكم. الحضور، الصحابة،